البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم هانيه مرحبا بكم عاوتاني معايا في فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وكذلك بالنسبه حتى الناس اللي مازال ما مشتركينش في الانستغرام ديالي ها هو نخلي لكم هنايا وكذلك نخلي لكم حتى تيك توك ديالي هنايا حتى هو كندير لكم فيه لي فيديو وكذلك حتى نوري لكم حتى المشاريع ديالي وكندير لي فيديو ديال الضحك صوب بالنسبه لفيديو ديالنا ديال اليوم كنتو طلبتوه ليا بزاف بزاف خصوصا الناس اللي متبعيني وديجا دايرين داشان في يوتيوب وما كيعرفوش يمونطاو يعني ما كيعرفوش يديروا المونتاج اولا مازالين يلاه كيتعلموا هذا الفيديو هذا راه غادي تستافدوا منه بزاف بزاف الا كنتو مازالين ما شفتوش الفيديو ديالي الاولاني اللي كنت هضرت لكم عليه كيفاش غادي ديروا تطلعوا القناه ولي زيتاب كاملين اللي غادي تحتاجوا باش تكون عندكم قناه ناجحه ويكون عندكم واحد المحتوى اللي هادف ويكون الناس كيتفرجوا فيكم غادي نخلي لكم لا فيديو هنايا في الاي اولا في صندوق الوصف دخلوا تفرجوا فيه راه بصراحه فيه كونساي واعري اللي كنت انا عطيتكم يعني اللي انا كنت كنطبق ويعني نجحوا معايا وكذلك بغيتكم حتى نتوما يعني ينجحوا معكم سو سيروا تفرجوا في الفيديو وراه غادي تستافدوا منه بزاف بزاف وبالنسبه لفيديو ديالنا ديال اليوم كيف ما قلتوا في عنوانه كيف ما شفتوا حتى في المينياتور غادي يكون فيديو ديال المونتاج كيفاش انا كندير المونتاج يعني كيفاش تعلمت المونتاج شكون اللي علمني المونتاج وهذا الشيء كامل واش كنحتاج للبيسي واش كنحتاج شي كاميرا اللي يعني عاليه جوده اولا خسرت بزاف الفلوس باش انني كنحصل على واحد المونتاج اللي كيكون نقي اللي كيكون الفيديو ديالو الكاليتي ديالو واعره سو هادشي هذا كامل ان شاء الله غادي نجاوب عليه في هذا الفيديو هذا وما تنساوش تخليو ليا لي لايك ولي كومونتير ديالكم اول حاجه اللي غادي نهضر لكم عليها هي كيفاش غادي تحلوا قناه في يوتيوب قناه في يوتيوب البنات راه سهله بزاف راه غادي تدخلوا غير جوجل اولا اليوتيوب غادي ديروا كيفيه فتح قناه كاينين بزاف ديال اليوتيوبر اللي هضرين عليها واللي كيوريكم الطريقه سهله اولا غير بهذا الكونت اللي نتوما كتفرجوا فيه دابا في هذا الفيديو هذا راه غادي تقدروا يعني تحطوا فيه لي فيديو ديالكم وغادي ندوزو لي زابليكاسيون اللي غادي تحتاجو في المونتاج غادي نهضر لكم على نفسي انا بالنسبه ليا البنات ما كنحتاج لا بيسي لا حتى شي حاجه انا كنصور بالتليفون ايفون اكس هو اللي كنصور به كاع لي فيديو ديالي هو اللي كذلك كندير به حتى التصويرات ديالي في انستغرام يعني ما كنحتاج لا كاميرا لا بيسي لا حتى شي حاجه وكذلك ان شاء الله غادي نهضر لكم على كيفاش ديروا تطلعوا حتى الانستغرام ديالكم في لي فيديو الجايين سو البنات نهضر لكم على اول ابليكاسيون اللي هي سميتها انشوت انشوت البنات من 2014 اولا نقدر نقول لكم من شريت التليفون يعني كان عالي جوده وانا كنستعمل انشوت بصراحه زوينه بزاف كتنفعني لا بالنسبه للمينياتور ديال لي فيديو لا بالنسبه لذاك الكادر اللي كيكون بيض في الجناب ديال التصاور وكذلك كتنفعني حتى لي توتوريال اللي كيكونوا يا اما في تيك توك يا اما في انستغرام بصراحه ديك لابليكاسيون سهله بزاف هي اللي كنصحكم بها بزاف 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 حيت البنات اول حاجه ما صعيبش بزاف اي واحد كيدير يوتيوب كنظن انه كيستعملها حيت اكثريه ديال اليوتيوبرز كيستعملوها غير هي حيت هي اللي سهله سهله بزاف ويعني حتى الطريقه ديال المونتاج ديالها سهله غادي نحاول نخلي لكم شي مقطع في الاخر ديال الفيديو نوريكم كيفاش كندير انا ندير المونطي بها وغادي نوريكم كاع لي زيتاب اللي غادي تحتاجوا حيت فيها البنات هي داك الشيء زوين بزاف 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 فيها لي زافي اللي غادي تحتاجوا فيها يعني كيفاش ديروا تقطعوا الفيديو فيها تحيدوا الصوت فيها بزاف الحوايج اللي يعني ساهلين ساهلين هذه هي اول ابليكاسيون اللي غادي ننصحكم بها بزاف وخصوصا انها فيها من غير انكم تقادوا لي فيديو يعني تقادوا حتى التصاور كي قلت لكم هادشي باش انا كتعجبني بزاف الميزه ديالها كذلك زوينه وحتى الجوده ديالها طالعه بزاف كتفوت الف صراحه زوينه هذيك لابليكاسيون كنصحكم بها تقدر تكون ديجا عندكم في التليفون ديالكم وما كتعرفولهاش هي راه ساهله في الخدمه كي قلت لكم وفي الاخر الفيديو راه غنخلي لكم الفيديو ديال كيفاش كنقاد انا بها لي فيديو ديالي التطبيق الثاني اللي غادي نهضر لكم عليه اولا لابليكاسيون الثانيه اللي غادي نهضر لكم عليها ديال المونتاج كاب كات هاد لابليكاسيون هادي البنات باي تيك توك يعني تيك توك هما اللي صنعوها الشركه ديال تيك توك هي اللي صنعتها حتى انا كنت تحت فيها غير بالغزار هكاك كنت في تيك توك كندور انا بلي في تيك توك كنتفرج في لي فيديو فيه بزاف 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 حيت كيعجبوني لي فيديو ديال تيك توك كاينين شي محتوى كيكون فيه هادف وكاين محتوى ترفيهي وكاين حتى المحتوى التافه يعني فين ما مشيتو كتلقاو هادشي هذا بيان سور ولكن انا ديك لابليكاسيون كتعجبني بزاف كندور في تيك توك وانا لقى ديك لابليكاسيون ديال كاب كات كنت صايبت بها واحد الفيديو دابا نخلي لكم هنا تشوفوا كيفاش داير وعجبتني بزاف ومن بعد صافي بقيت كنصايب بها كاع لي فيديو ديالي وكذلك كنت سولت حتى واحد البنت كانت عندي في واتساب حيت شفتها دايره واحد الفيديو بواحد الايديتين اللي عجبتني بزاف ومن بعد ملي سولتها قالت لي صاوبتها غير بكاب كات وديك الساعه صافي مشيت بقيت كنتقاتل معها حتى تعلمت ليها حتى هي سهله في المونتاج وفيها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وكيعجبوني لي زافي ديالها واعرين بزاف وهي البنات نقدر نقول لكم حسن من انشوت في لي زافي ديالها فيها بزاف الحوايج اللي واعرين بزاف وكذلك انها ما كتخلي لكمش سميه ديال لابليكاسيون كتكون في تحت ديال الفيديو او ذلك حتى انشوت ما كتخليهاش يعني غير نتوما خصكم تعرفوا كيفاش ديروا تحيدوا ديك السميه ديال لابليكاسيون حيت انا كتزعجني بزاف
ويعني كتبقى مبرزطاني كتبقى تبان ليا في الفيديو كتبقى مبرزطاني حيت كاينين بزاف البنات اللي كيكونوا عندهم القنوات ديالهم ناجحين وكتكون عندهم ديك اللعيبه ديال الفيديو لتحت هذيك كتبرزطني بزاف بزاف بزاف. وغادي نهضر لكم على لابليكاسيون الثالثه اللي سميتها مونتاج فيديو، هذه كتعجبني بزاف ولكن نقدر نقول لكم ما كنستعملهاش انا بزاف، يعني انا بالنسبه ليا كنستعمل غير كاب كات وكنستعمل انشوت بزاف. حتى هذا مونتاج فيديو يعني يمكن لكم تدخلوها حتى هي راه زوينه فيها لي زافي وفيها المونتاج زويون وزعما حتى هي راه زوينه، ولكن مقارنه بانشوت وكاب كات راها لا علاقه قدامهم، يعني حيت انشوت وكاب كات واعرين بزاف والعالم كامل كيستعملهم. وكاينه لابليكاسيون الرابعه اللي سميتها VN، هذه واعره البنات تقريبا دايره بحالها بحال كاب كات، نفس الخدمه نفس كل شيء غير هي كتختلف بزاف، حتى هي فيها واحد الجوانب لي زويونين كتكون مختلفه على كاب كات ولكن حتى هي زويونه البنات. يعني انا لي زابليكاسيون كاملين اللي غادي ننصحكم بهم اولا ثلاثه ديال لي زابليكاسيون اللي غادي ننصحكم بهم عندكم هما انشوت كاب كات او في ان. هاد لي زابليكاسيون هادو بثلاثه هما اللي كنستعمل انا حاليا في لي فيديو ديالي وهما اللي كنحتاجهم لا في التصاور لا في الصوره المصغره اللي كتكون في لي فيديو لا في انستغرام لا في تيك توك، يعني كينفعوني بزاف بزاف. ولو كنكون باغا نحط شي فيديو هكا دغيا دغيا شي توتوريال اولا شي حاجه شي فيديو يعني كيكون غير بالزربه كنقادو بانشوت وكاب كات. يعني هاد لي زابليكاسيون هادو بجوج هما اللي غادي نقدر نقول لكم ركزوا عليهم بزاف بزاف حيت هما اللي ساهلين في الخدمه، يعني ما غادي يدوخوكم ما غادي يعذبوكم ما غادي تحتاجوا لا بيسي لا حتى شي حاجه. والا سولتوني قلتوا لي شنو هو التليفون اللي غادي نحتاجوه ولا غادي تكون الجوده ديالو عاليه التصوير، يلا حنايا باديا يعني بلا ما تعلقوا فين تشنقوا البنات وحتى زعما الدراري ولا البنات اللي كيتفرجوا في الفيديو هذا ديالي، اللي غادي ننصحكم به هو انكم شراو تليفون ايفون. ايفون البنات ساهل ماهل في الخدمه، كاين البنات اللي كان ديجا عندهم سامسونج كيقول لك حنايا الايفون غادي يجينا صعيب في الخدمه هذه حتى انا مش حال هذه كان عندي سامسونج نقول لكم فوقاش شريت الايفون شريته البنات في 5 ديالي، يعني ان فوا نجحت كانت ماما موعداني انها تشري لي ايفون 6 بلس ومن بعد صافي من شرات لي ايفون 6 بلس كنت ديك الساعه حليت لاشين ديالي كنت حبست لواحد الظروف لحقاش كان توفى الوالد ديالي الله يرحمه، ومن بعد عاوتاني رجعت ليوتيوب يعني كنت خدامه غير بايفون 6 بلس، من بعد منين بدلته شريت ايفون اكس. ايفون اكس هو باش كنصور حاليا، يعني الجوده ديالو زوينه على بالنسبه للتصاور لا بالنسبه حتى للفيديو. وغادي ننصحكم انكم تشريو غير ايفون 6 حيت راه هو الصراحه واعر واعر وخفيف في المونتاج، وصراحه يعني ما تعلقوش فين تشنقوا بنادم يمشي غير بشويه 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 حيت كاينين بعض البنات اولا بعض الدراري كيكونوا يلا حالين ديشان في يوتيوب كيبقاو يشريو بزاف د الحوايج اللي غاليين ويعني كيبقاو يخسروا غير فلوسهم وما مازال ما دخلوا لا ارباح لا حتى شي حاجه. داكشي علاش كنصحكم بزاف انكم تبداو بشي حاجه اللي قليله ومن بعد ملي تبداو تطوروا ديك الساعه عاد بقاو تشريو شي حاجه اللي كتكون غاليه واللي عارفينها من بعد غادي تعوض لكم. سو كيف ما كتشوفوا دابا انا دخلت لابليكاسيون ديال انشوت كنجيو كنبركوا على نوفو كنزلوا الفيديو اللي بغينا كيف ما كتشوفوا كتجيو هنايا البنات انا دايره لكم الاسهم هنايا البنات. اول حاجه كنديروها كنعكسوا الفيديو هنا كنزيد انا في الصوت وكذلك كان عندنا هاد التقنيه هذه باش كتقطعوا الفيديو كتنقصوا منه اللي بغيتوا، وكذلك الا كنتو غلطتوا حتى في شي كلمه يمكن لكم تقطعوين هاد التقنيه هذه يعني بلا ما تعاودوا الفيديو من الاول يعني غير كملوا هضرتكم كتقطعوا غير بهذيك. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا عندنا الزوم هنا كتجيو كديروا الطول اللي بغيتو اولا العرض اللي بغيتو على حسب نتوما الفيديو فين غتحطوه واش في يوتيوب ولا في انستغرام. هنا كذلك عندنا الزوم كيف ما كتشوفوا كتزوميو الفيديو شحال ما بغيتو بغيتو تقربوه تبعدوه. هنا كاينين هاد لي فون هنايا كديرو يعني فون ديكرون ولا كيف ما بغيتو يعني كتعزلو الفون ديال الفيديو اللي بغيتو. هنا راه عاطينكم بزاف ديال الاشكال عاطينكم بزاف ديال لي موديل ديغرادي وبالالوان وداك الشيء طق طق وداك الشيء. هنا البنات عندنا حتى الموسيقى كيف ما كتشوفوا ولكن حاولوا تعزلوا شي موسيقى اللي ما فيهاش الكوبي رايت راكم عارفين. هنا كاينين عاطينكم بزاف ديال الموسيقات. هنا الايتونز عندنا انا ما عنديش الايتونز يعني كنعزل الموسيقى غير من خلال لابليكاسيون. وكاينين عندنا حتى لي زافي راكم شفتوهم. هنا كذلك عندنا لي ستيكرز هنا كاينين التكست فيما كتكتبوا اي حاجه بغيتوا في الفيديو شنو اخر شنو اخر. مهم كيف ما كتشوفوا انا حاولت كان ندير نعطيكم داكشي غير اللي غادي تحتاجوا. وكذلك كيف ما كتشوفوا يعني لابليكاسيون كطلع المونتاج ديال الفيديو عالي جوده ديالو عاليه بزاف فيها 4G فيها 1080 720 يعني الفيديو كتكون الجوده ديالو عاليه بزاف. وانا هكا في هذا الريكورد هذا حاولت نعطيكم يعني غير داكشي اللي غادي تحتاجوا يعني ما بغيتش نطول عليكم الفيديو باش ما تدوخوش، ولكن مع الوقت البنات ولا الدراري راه يديكم غادي تطلق يعني في المونتاج غادي توليو يعني كتمونطيو مزيان. حتى انا في الاول ما كنتش كنعرف المونطي ولكن مع الوقت مع الوقت مع لي فيديو
الفيديو صافي يدي بدات كتطلق، ولكن ماشي شي مونتاج راكم كتشوفوا، ولكن راكم نتوما كترفعوا لي المعنويات كتبقى تقولي لي راه المونتاج ديالك زوين باش كتمونطي باش كتمونطي. انا حاولت هكا نشارك معكم يعني داكشي غير فيت في، الا كنتو باغيني ندير لكم بالتفصيل بالتدقيق خليوها ليا في لي كومونتير، غادي نحاول لو ماكسيموم ندير لكم فيديو كيفاش كندير المونطي، غيكون طويل بيان سور باش نعطيكم يعني ولا نمونطي لكم كاع شي فيديو اللي يكون من الفيديوهات ديالي. انا كنهضر معكم راكم كتشوفوني كنمونطي ديجا هاد لا فيديو هذا، يعني غير مع الوقت البنات راكم غادي تعلموا، ما تخافوا ما والو، يعني هاد الشيء راه ساهل، ما هل اسهل حاجه هي المونتاج من التليفون. وعندنا هنايا في المقدمه ديال لابليكاسيون هنا عندكم باش كتقدوا تصور في الوسط، يعني باش كديروا لهم البيو ديال في الجناب، وكذلك هذيك كولاج هذيك البنات ديال المينياتور تما في كتقدوا لا مينياتور. سو كان هذا هو الفيديو ديالنا، الا كانت عندكم اي اسئله ولا اي سؤال بغيتوا تعاودوا تسولوني عليه خليوها ليا في لي كومونتير، وكذلك مرحبا بكم عندي في انستغرام وحتى في تيك توك، كنبغيكم بزاف بزاف، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم، لي كومونتير كيشجعوني وحتى لي لايك كيعاونوني باش ان هذا الفيديو ديالنا يطلع عند بزاف الناس، وكذلك من استفدتوا نتوما بغيو حتى الخير الناس الاخرين باش يستافدوا، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك، كنبغيكم بزاف بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، بسلامه.